سادس الحلوين الله يعطيكم الف عافيه يا مس وان شاء الله تكونوا بخير وصحه وعافيه وسلام يا رب العالمين اليوم يا حلوين رح نحكي عن الكتابه بدرس حذف الف مع الاستفهاميه درس كتير بسيط ولطيف بكل بساطه عندنا لما يجي معاها متصل حرف من حروف الجر بكل بساطه اللي بدي اعمله بس اني بحذف الالف تمام يعني مما عباره عن من من زائد ما صارت مم ما مم ما هيك خطا يا مس طيب كيف بنكتبها مم ما طيب اذا بدي اكتبها انا هيك خطا يا مس مما هيك طيب طبعا لازم نحط عليها الشده لانه هي عباره عن شوفوا كيف هاي النون تتحول لميم وبندمجوا مع بعضهم البعض بتصير ميم واحده بتصير ميم واحده إلى ما عبارة عن نكتب لكم إياها على ورق معي يلا يا حلوين عنا عمة كيف صارت هيك عمة كيف صارت هيك عمة يا مس صارت هيك عبارة عن عن حرف الجر عن زائد ما هاي النون اتحولت لميم ودمجناهم مع بعض بميم واحدة صارت عما شفتوا عما هيا طيب لما عبارة عن حرف الجر اللام زائد ما طبعا قلنا هاي الألف بنحذفها بتصير لما بما نفس الشي حرف الجر الباء زائد ما قلنا بنحذف هاي الالف بتصير مع بعض وتعوض عن الالف بفتحة على ما على ما عبارة عن حرف الجر على زائد ما تصير على ما فيما فيما يا حلوين فيما يلا يا أبطال شوفوا يا مس فيما في زائد ما قلنا بنحذف هاي الالف بتصير فيما وبنعوض عن الالف بفتحة ايضا عندكم انتو الى ما الى ما عبارة عن الى زائد ما بنحذف هاي الالف ويعوض عنها بالفتحة واخر اشي كلمة مما مما زي عما مما زي عما عبارة عن من زائد ما شفتوا كيف عما حولنا النون لميم ودمجناهم نفس الشي هون النون هاي بقلبها لميم وبدغمهم مع بعضهم البعض وبتصير مما تمام يا مس اذا القاعدة بتحكي لنا لما يتصل حرف الجر بما الاستفهامية بهاي الحالة بحذف الالف ويعوض عنها بفتحة هاي اسئله الدرس يا مس مصورت اياها وكاتبت لك اياها رح لك اياها على الكومنتات يا مس ان شاء الله بتكون اموركم تمام وانتو بخير وبصحه وبسلامه نجهز حالنا يا مس عشان الحصه الجايه رح نبدا بوحده جديده اللي هي اردن الخير والعطاء غول الاردن ارض الخيرات ان شاء الله بتكون اموركم تمام وانتو بصحه وخير وسلامه وبشوفكم على خير والله يوفقكم يا رب جميعا ما ننسى منشن اصحابنا وندلهم على الصفحه يستفيدوا معانا وبتمنالكم كل توفيق واذا بدكم اي مساعده انا جاهزه يعطيكم الف عافيه